حسن معلوم نیست دیگه چون آماده است الان آماده چون است. مطمئن میتونه شروع کنه من آماده هستم الان شروع کنم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هذه الحلقة الخامسة من برنامج مع الشباب. في الحلقتين السابقتين ذكرت لكم أعزائي أن الشباب اليوم بين تحديات ثلاثة. هذه التحديات هي تحديات وهي عقبات، وقلت لكم أننا ما نتشائم، لا نتشائم من التحدي. التحدي طورنا، التحدي يقوينا، التحدي يقوم عودنا، التحدي يرفعنا، يصعدنا إلى الله تعالى. التحدي من سنن الله تعالى، ما في بأس التحدي. إنما البأس كل البأس، إنما البأس كل البأس في منهج التعامل مع التحدي. نستسلم للتحدي أو نقاوم التحدي. فإذا استسلمنا للتحدي فتلك الخسارة، الخسارة والخيبة والسقوط. وإذا قاومنا التحدي فذلك الفلاح والنجاح والعروج. اتحدثت عن التحدي الأول وهو تحدي الغرائز والأهواء الكامنة في نفوس الشباب، وعلاج هذا التحدي التقوى والتزكية. والتحدي الثاني التحدي الثقافي. نحن نعيش اليوم أيها الشباب اعلموا، نعيش ساحة صراع ثقافي بين الثقافة الإسلامية، يعني ثقافتنا، والثقافة الوحي يعني ثقافتنا، والثقافة الربانية يعني ثقافتنا، وثقافة الأنبياء يعني ثقافتنا، وبين الثقافة الغربية وهي ثقافة الإلحاد والثقافة المادية البحتة. اليوم في الظروف الحاضرة الصراع قائم في مجتمعنا
بين هاتين الثقافتين. وهذا الصراع، صراع الثقافات، من أشرس أنواع الصراع. يعني صراع الثقافات ما تقبل المهادنة، ما نقدر نتنازل عن جزء من ثقافتنا. إذا تنازل الطرف الآخر عن جزء من ثقافتهم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. فإذا الصراع بين الثقافتين في حالة احتدام واشتباك، وهذا الصراع من أشرس أنواع الصراع، من أبرى أنواع الصراع. في الصراعات العسكرية يمكن التفاهم، الهدنة، التفاهم، التنازل، ولكن في الصراعات الثقافية والحضارية لا يمكن شيء من ذلك. ودورنا في هذا الصراع مع الأسف، أنا أتكلم وملء قلبي الأسف، ودورنا في هذا الصراع دور دفاعي محض، ولم نتقدم بعد إلى دور الهجوم إلا قليلا، إلا قليلا. ويعني يعني الصراع في ساحتنا بلغة اللاعبين في كل كرة القدم، عندما تنتقل الكرة إلى ساحة من الساحات، الفريق الذي يدافع عن هذه الساحة دورهم الدفاع فقط. احنا الصراع في ساحتنا أعزائي، الكرة في ساحتنا، دورنا الدفاع، ندافع عن فقط ساحتنا. ولو كانت هناك حالة تكافؤ بين الدفاع والهجوم في صراعنا مع الثقافة الغربية لهان الأمر كثيرا، الأمر هون. ولكن دورنا في هذا الصراع، ولكن دورنا في هذا الصراع دور دفاعي محض، إلا القليل القليل القليل. ونرجو ونأمل أن يتحول هذا الصراع، دورنا في هذا الصراع، من الدفاع إلى الهجوم. وأسوأ ما في الأمر، وأسوأ ما في هذا الأمر، أننا في الدفاع أحيانا نستسلم للقوة المهاجمة. هذه أسوأ ما في هذا الأمر. يعني نرفع الإيد عن الدفاع ونستسلم، نرفع إيدنا، هذه أسوأ ما في هذا الأمر. وأسوأ من ذلك أن نتبنى نحن هذه الثقافة الدخيلة علينا. هناك ناس يتبنون، يتذوقون الثقافة الدخيلة علينا، الثقافة الدخيلة علينا، يتذوقوه، يتبنون، يحتضنون، يدافعون عنه. هذا أسوأ من ذلك. ونحن أولا في مرحلة دفاع، في دور دفاع، وهذه نقطة ضعف. واثنين وأخطر من ذلك،
أننا أحيانا نتنازل في هذا الدفاع للعدو ونرفع إيدنا عن الدفاع والمقاومة ونستسلم للعدو، وأسوأ من ذلك أن نتبنى هناك ناس من مثقفين يدافعون عن الثقافة الغربية، ثقافة الإلحاد. الثقافة الغربية بهرت عيونهم، الثقافة الغربية بهرت عيونهم، فيدافعون عن الثقافة الغربية. أعزائي شبابنا، هذا الصراع يجري في ساحتنا ويستخدم الغرب. أنا أريد أرسم لكم لوحة لهذا الصراع الثقافي الذي نعيشه اليوم، وأسميه غارة ثقافية، حالة اجتياح ثقافي. يستخدم الغرب في هذا الصراع أكثر الآليات المتطورة في هذا الصراع، المذياع، التلفاز، شبكات الانترنت، الشبكات الفضائية، الصحافة عابرة القارات، الكتب، الأفلام، وما شئت حدث من دون حرج. غزونا في بلادنا ودخلوا على أبنائنا وبناتنا، أبنائنا وبناتنا لما في غرف منامهم، مخادع نومهم، جهاز صغير، جهاز الحاسوب، الكمبيوتر يفتح بهذا الجهاز شبكات الانترنت وينتقل بإشارة خفيفة من بيئة إلى بيئة أخرى مباينة تماما لبيئتنا 180 درجة في الأخلاق والقيم والمعرفة والثقافة والعادات والتقاليد والإيمان والإخلاص تماما. ينتزع نفسه، شبابنا ينتزعون نفسهم عندما يدخلون شبكات الإنترنت الفاسدة، ينتزعون أنفسهم من بيئة ويدخلون في بيئة مباينة مقاطعة لثقافتنا 180 درجة. هذه الثقافة داخلة على عوائلنا، داخلة على أبنائنا وبناتنا. نحن في العالم الإسلامي يحدق بينا أن نعيش أخطارا حقيقية. العولمة الاقتصادية خطر حقيقي، العولمة السياسية خطر حقيقي. نحن نعيش العولمة السياسية والعولمة الاقتصادية بالمعنى الدقيق للكلمة، التجسيد الدقيق للعولمة السياسية والاقتصادية تتجسد في أسواقنا. ادخل أسواقنا حتى تفهم ما هي العولمة الاقتصادية، وانظر إلى مواقع القرار ومفاصل القرار السياسي في أجزاء كثيرة من العالم الإسلامي، ومنها الأنظمة التي سقطت بأيدي شبابنا، نظام القذافي في ليبيا، نظام حسني مبارك في مصر، نظام بن علي في تونس، نظام علي عبد الله صالح في اليمن، نظام آل خليفة في البحرين، أنظمة خاضعة
للعولمة السياسية بالمعنى الكامل. ولكن أخطر من هذه العولمة وتلك، أخطر من العولمة السياسية والعولمة الاقتصادية، العولمة الثقافية. أخطر عولمة في حياتنا هذه العولمة، هذه الغارة، هذا الغزو، الاجتياح، الاجتياح. وهذا الغزو يمس الفئات العمرية الشبابية أكثر من أي فئة أخرى. يعني الفئة التي تتعرض لهذا الغزو أكثر من أي فئة أخرى، الفئات العمرية الشبابية بين 18-19-20-30-32، أكثر من يتعرض لهذه الغارات والاجتياحات الثقافية أبناء وبنات هذه المرحلة من العمر. شبابنا الذين وشاباتنا الذين نضع فيهم كل ثقتنا ونعدهم لمستقبل أمتنا ونطلب منهم أن يكونوا امتدادا لنا في تحقيق الأمة الإسلامية الكبرى، هؤلاء شبابنا وأبنائنا وبناتنا يتعرضون لهذا الغزو بشكل مؤسف، بشكل مؤسف. ومما يزيد في خطر هذا الغزو الثقافي، الاجتياح الثقافي، التفوق العلمي للغرب. أنا أولا أذكر ليش أقول اجتياح. بعض الناس يتصورون بسذاجة المسألة مسألة حوار ثقافات وتلاقح ثقافات بيننا وبين الغرب وعلاقات ثقافية، جمعية الصداقة العربية الإنجليزية، جمعية الصداقة العربية الأمريكية، جمعية الصداقة العربية السوفيتية في العصر السابق. مسألة علاقات ثقافية متبادلة. خطأ، عدم فهم، عدم وعي، عدم نضج. المسألة مو مسألة، ليست مسألة علاقات متبادلة ثقافية ناخذ نعطي. ولو كان الأمر كذلك لهان، وإنما هي اجتياح. انظروا في علاقاتنا الاقتصادية مع الغرب، هل يصح لكم أن تقولوا بيننا وبين الغرب علاقات اقتصادية؟ نخدع أنفسنا إذا نقول العلاقة بيننا وبين الغرب علاقة اقتصادية. علاقة يعني حالة متكافئة، ناخذ نعطي. وين اللي نعطيه؟ نعطيهم النفط ونأخذ منهم كل شيء، من إبرة الخياطة إلى النسيج إلى القرطاس إلى الطائرات إلى السيارات إلى الأدوات الكهربائية، الآليات الكهربائية، إلى الأدوية والعقاقير، إلى المواد الإنشائية، وحتى إلى النفط نفسه. نفس النفط اللي نصدرهم إلهم غير خام نستورد منهم بعد تصفية النفط، وقود للسيارات ووقود للمحركات. هذا ما يسموه علاقة، هذا في العرف الاقتصادي ما تقدر تسميه علاقة اقتصادية. سميه ما شئت، لا تقول أكو في بيننا وبين الغرب علاقة اقتصادية،
قول هناك الغرب مجتاحنا اجتياحا اقتصاديا، ولا تخف ولا تخجل. وين الغرب؟ اليابان، الشرق، الصين، الغرب، اليابان، امريكا، اوروبا، اجتاحوا اسواقنا اجتياحا. ما تصدق؟ اذهب مر على السوق مرورا مرورا، وخذ قلم وورق بيدك وسجل ما ترى من البضائع في سوقنا، حتى تعرف ان العلاقه بيننا وبين الغرب ليست من نوع العلاقه الاقتصاديه المتكافئه، انما هو اجتياح اقتصادي، ومع كل اجتياح اقتصادي اجتياح سياسي. كذلك أعزائي، العلاقة بيننا وبين الغربي، بين الغرب في المجال الثقافي ليست علاقة متكافئة، إنما هو اجتياح، اجتياح ثقافي. إن نحن ينبغي أن نعرف هذه الحقيقة، ومما يزيد في خطر هذا أن هذا الاجتياح الثقافي يتم في ظروف التفوق الغربي العلمي علينا. ما في شك أن الغرب متفوق علينا علميا، في الذرة، في الكهرباء، في المعمارية، في وسائل النقل، في الطائرات، في صناعة الطائرات، في الصناعات الكيميائية. الغرب متفوق علينا، واحنا نبعث أبنائنا إلى الغرب حتى نزودهم بالعلم، ولا بد من ذلك، ما نستغني عن ذلك. العلم قوة، أخذ العلم من أي يد يقدم لك العلم، لأن العلم قوة وسلاح. ولكن مع الأسف شبابنا ما يقتصرون على العلم، وإنما يأخذون الثقافة أيضا. يعني العلم اللي يأخذوه يأخذوه مع الثقافة التي ترافق العلم عادة، والأول صحيح والثاني خطأ. نأخذ العلم من الغربيين صحيح، ونأخذ الثقافة من الغربيين خطأ. الثقافة نأخذها من مصادر الوحي فقط. نحن علينا أن نأخذ العلم من أي يد، لا نسأل هذه اليد التي نأخذ منها العلم، الصيدلة، الكيمياء، الفيزياء، الجيولوجيا، الفضاء، الطب بكل تخصصاته، الصيدلة، الجراحة، يد نظيفة أو ملوثة، مهما كانت اليد، أنت ما عليك من اليد التي تقدم لك العلم، أخذ العلم من عند أيها الشاب. ولكن حذار 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 أن تأخذ من أيدي ملوثة الثقافة، الثقافة التي تأخذها من أيدي ملوثة لا محالة، ثقافة ملوثة لا محالة، ثقافة مادية، ثقافة مادية منحطة. أعزائي، نحن نعيش، أنا وقتي يخلص ينتهي، نحن نعيش في ساحة صراع ثقافي، والصراع الثقافي من أشرس أنواع الصراع، ودورنا دور دفاعي في هذا الصراع. وأخطر ما في الأمر أن يعيش الإنسان ساحة صراع ولا وهو لا يعلم أنه يعيش في وسط المعركة. الإنسان اللي يعيش في وسط المعركة قبل كل شيء يجب أن يعلم أنه يعيش في وسط المعركة، حتى لا يقتلوا، حتى لا ينام، حتى لا يهدأ، حتى يأخذ حذره، حتى يحصن نفسه، حتى يدافع عن نفسه. وأفضل ما يمكن أن نحصن شبابنا
في هذه الساحة نحصن شبابنا وأبنائنا وبناتنا في هذه الساحة الثقافية المحتدمة التوعية والمعرفة، التوعية والمعرفة، كما أن التقوى والتزكية يحصنان شبابنا في التحدي الأول، التوعية والمعرفة يحصنان شبابنا في التحدي الثاني، وعلينا أن نحصن أبنائنا بهذين التحصينين، التقوى والتزكية أولا في مواجهة التحديات النفسية النابعة من داخل النفس، والمعرفة والوعي والمعرفة الإسلامية والثقافة الإسلامية ثانيا لمواجهة التحديات الثقافية التي يواجهها شبابنا اليوم في العالم الإسلامي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. او مرحمت شما زیاد.